酸乎乎。 Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, my, my, my. What's up, your homie? You ready? I got them ready for you. You ready? Okay, let's do this, okay? Good luck, man. Parachuting. وما أدراك ما الparachuting. وهذه حلقتنا اليوم. The name of the game في سجون أمريكا هو drugs. Somehow you know and some high on door. هناك أنواع كثيرة وطرق كثيرة لتدخيل المخدرات داخل سجون أمريكا. أصلاً فوق فوق في البوب. man drones. خلف الأسلاك الشائكة أحد بيده شيء أشبه بكرة العنبر يحذف حذف إلى داخل السجن. منهم من حاول استعمال القطط تجي قطة ملغومة ما تقدر تمشي من كثر ما هي ثقيله خيطوا في جسمها جميع انواع المخدرات هناك انواع كثيره اليوم بكلمكم عن شيء يسمونه باراشوتين باراشوت طريقه الباراشوت طريقه سهله للغايه ولكنها خطره للغايه في نفس الوقت وهي عباره عن اكياس من المخدرات الخطره للغايه يقوم المسجون بابتلاعها ثم ادخالها الى مبنى السجون عن طريق الزيارات. يو جايز ريادي؟ ليتس جيت ستارتد. خنقول ودك تبيع مخدرات داخل السجن. خنقول ودك تستعمل المخدرات داخل السجن. وضاقت بك السبل ما عندك قطه تلغمها. ولا عندك احد عندك كرة عنبر يحذفها ولا عندك استعداد انك تخزن الصم فوق, فوق في البؤبؤ You don't كيس. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ يلجأ بعض المساجين إلى طريقة محترمة للغاية ولكن خطرة للغاية في آن واحد وهي كالتالي يتواعدون مع أهاليهم boyfriend, girlfriend, صديقة, family member ان يجيبون المخدرات ويعبونها في اكياس نايلون ويقومون بابتلاعها ولكن ما يبيعونها في البيت ويسوقون ساعه كامله ساعتين حتى وصولهم الى السجن او نو ممكن انها تنبط داخل المعده لذلك تجي الجير فريند في المواقف الخارجيه للسجن يوم السبت الصبح او يوم الاحد الصبح للزياره اول ما تقف في المواقف تبلع الاكياس الخطره عشر حبات سبع حبات وعلى حسب نوعيه المخدرات كل حبه ممكن ان تباع داخل السجن 600 دولار 1000 دولار على حسب قوه المخدرات نفسها تقوم الصعبه تبلع الاغراض داخل المواقف ثم تدخل مباشره الى صاله الزيارات فيزيتيشن بارك ملغومه المعدة ملغومة للغاية خطر للغاية ما يقوم بهالعملية هذه إلا اللي بايعها إلا اللي عايش حياة الأفلام حياة الهاليوود على استعداد إنه يؤدي بحياته بالخطر من أجل حفنة من الدولارات توقف في المواقف تبلع تدخل على ما يجي السجين المسألة تأخذ عشرين دقيقة وأنت داخل الزنزانة أو داخل عنبر المفتوح ينادون اسمك في المكبرات إنميت البحاري فيزيت تلبس تاخذ بعضك وتروح هذه الطريقة تدخل داخل تسلم على اللي يعزون عليك ما تاكل شيء ما تشرب الا القليل من الماء تقعد في صالة الزيارات تسولف قليلا المعني في الامر يروح للحمام ويتقيأ عمدا يدخل اصابعه داخل فمه من اجل ان يرجع <applause> ويطلع <applause> القنابل من معدته بعدين يحطها في جيبه ويرجع الى صالات الزيارات من تحت الطاوله يمرر لك اياهم انت تاخذهم وتروح الى الحمام تبلع الثاني الثالث تبلع خمس الى سبع الى عشر اكياس على حسب حجم المعده اللي عندك ترجع تقعد خمس دقائق عشان لا تثير شك الاخرين تسلم على اللي عليك وترجع مباشره الى العنبر لما تمر غرفه التفتيش راح تكون كما خلقتني يا ربي راح يفتشونك تفتيش ذاتي تاكدون ان مؤخرتك لا تحتوي على اي صنف لان تعودوا نص المساجين يستعملون حركه المؤخره لانها بالفعل أأمن مكان في سجون امريكا إذا يفتشونك انت بالسليم الحين تسرع خطاك وتأجل الخطوات ترجع الى العنبر اول ما ترجع الى العنبر تذهب الى غرفة الحمامات وتقيع عمدا ترجع اللي في كبدك كله عشان ترجع كل اللي في كبدك مسبقا تروح الكانتين وتشتري عصير برتقال ينباع في غرفة الكانتين فأول ما ترجع العنبر تعطيها جلاسين أورانج جوس عرنا جوس أو جي وتبدأ آه با، 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 با. دا. بينجو هذه الطريقة واحد من كل عشرة عند استعداد إنه يسوي الطريقة هذه التسعة الآخرين يفضلون المؤخرة يقول خربانه خربانه، ولكن الطريقة هذه خطر للغاية، لأن ممكن النايلون هذا ينفجر بينما في معدتك. وفيها مخدرات بكثافة عالية. ممكن أنت تموت في خلال ساعات قليلة. وهذا فعلا اللي صار في واحد معانا من أورلاندو اسمه جوجو. جوجو كان من أورلاندو وقرر أنه يحترم نفسه ويحترم رجولته. وما يستعمل مؤخرته على اساس انها تكون وسيله نقل من صاله الزيارات الى العنبر. يتاجر في المخدرات ولكن تاجر المخدرات ده مبدا ده كرامه قرر انه يبلع القنابل. تكلم مع صاحبته وصاحبته جهزت الاغراض وقفت عند المواقف زقطت دخلت قعدت معه نص ساعة ساعة طلعت له البزنس مسك البزنس دخل الحمام أوب, أوب. بلالة يمكن خمس ست حبات الكرات الدموية هذه أخذ بعضه ورجع وهو راجع للأسف واحدة من هالقنابل هذه اوريدي انفجرت في بطنه في معدته عباره عن نايلون الله كتب وقدر ذاك اليوم ان النايلون هذا يتحلل بسرعه شديده تخيلوا يا جماعه بينما هو في غرفه التفتيش كما خلقتني صوت موت بنيكد فجاه ويطيح على الضباط فصح صوت موت را وقام يرجع الحين الاعصار اللي داخل المعده قاعد يزيد وهناك خطر آخر أن الباقيين تفجرون الضباط أدركوا قالوا أوكى هذا باين عليه عامل عملة أخذوا ركبوا النقالة ودعوا إلى العيادة العيادة أول ما فحصوا إكتشفوا أن لازم الحين يودون المستشفى الخارجي وإلا سوف يموت بعد دقائق قالوا هلا نعطي نص ساعة ساعة إلا ربع راح يموت يحتاج غسيل معدة الآن 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 وإلا الأمريكان الرحماء شافوا حالة خطر للغاية اتصلوا في The Bird البرد يعني الهليكوبتر ما راح نجيب الإسعاف لأن الإسعاف ما راح يسعفك ما في وقت شوارع وإشارات وسيائر نبي تجيب الهليكوبتر وفعلا خلال عشرين دقيقة إحنا في العنبر لما يجيبون الهليكوبتر على طول يسوون حجز تام حق المنتجع بأكمله احنا من خلال الشباك نطالع اول شيء نسمع الكل قام يصارخ ذا بيرد مان ذا بيرد از كامن مان ذا بيرد از كامن ذا بيرد از كامن عادة يجيبون البيرد اذا في احد على وشك الموت احد طعنه قام ينزف الاسعاف ما راح يلحق عليه اذا سجان اعتدي عليه بالضرب يجيبون البيرد خاصه اذا حالته كانت خطيره يجيبون البيرد اذا واحد سكته قلبيه البرد يكلفهم 7000 دولار الرحله الواحده لذلك ما يجيبونه حق اي انسان يجيبونه حق واحد فعلا فعلا على وشك الموت خاصه الواحد هذا اذا كان ولد ناس اذا كان هناك 20 30 سنه ما عنده احد ما عنده عزوه ولا شيء اخر مره اهله حطوا له كانتين قبل 15 سنه خموا وقطوا في الحاويه اما اذا انت شافوك بالكمبيوتر ولد ناس على طول جيبوا البرد انقذوا حياته ما نبي السالفه في وجهنا بالنهايه صح ان حاول ادخال الممنوعات ولكن المساله في اعتقنا احنا في وجهنا احنا ليش ما امننا المكان كيف استطاع ان ينفذ ويدخل الممنوعات هذه كيف استطاع اهله ان يدخلون من برا مساله قانونيه تصل الى حاكم فلوريدا جابوا البرج نزلوه صعدوا صاحبنا ومباشره الى مستشفى الخارجي قاعد في المستشفى الخارجي اسبوع كامل غسيل المعده وراء الاخرى كاد ان يموت من اجل حفنه من الدولارات والى اخر يوم وهم يقولون انت سويت شنو شنو نيرت؟ ما سويت شيء شربت اورنج جوس شربت عصير برتقال على ريج ناشف كثرت من عصير البرتقال بينما في الزيارات ولكن اخذوا الحمضيات اخذوا الماده الحمضيه وسامبل من التقييم وودوه حق الاف دي ال اي الاف دي ال اي عباره عن الادله الجنائيه التابعه لي ولايه فلوريدا التست النتيجه ما ترجع الا بعد 90 يوم قعد معانا في العنبر تقريبا شهرين بعد الحادثه وفجاه ست ضباط دخلوا علينا يدورون عليه ويرز بيج او مان ويرز بيج او النيك ما ماله كان بيج او يعني من اورلاندو اورلاندو بيج او وير از بيج او ولا هذا بيج او واتس اب شو يقول يلا تعال 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 تن اراوند اند كف اب جيت يور اوفر هير القوا القبض عليه وصكوه 15 سنه اضافيه على تهمته الاصليه والسبب ادخال ممنوعات الى مبنى حكومي Third ديجري فرني ثلاث محكوميات وكل محكوميه أعطوه خمس سنوات. للاسف صاحبنا كان باقي له 18 شهر ويرجع لاهله. اصبح عنده 18 شهر بلس 15 سنه اخرى بعدين يرجع الى منزله. ده... هل كانت مستاهله العمليه؟ تخيل في ليله وضحاها. تؤخذ من حرم الجامعية لجامعة مرموقة في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية ثم تزج في أعنف سجون الولايات المتحدة الأمريكية من غير لا ولا دستور وينتهي بك المطاف لأن تطبق خمسة عشر عاما في سجون أمريكا ظلما وعدوانا وبهتانا لقد دونت كل قصتي بحذافيرها في كتاب اسمه خلف الاسلاك الشائكة، وهو كتاب يحكي عصارة عن دمه، يحكي مآسي ولكن في نفس الوقت يحكي عن طموح شاب عربي مسلم، وما آلت إليه الظروف والأحكام. أوعدك يا عزيزي القارئ إن بدأت في قراءة كتاب خلف الأسلاك الشائكة لن تستطيع التوقف.